ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظ هذا السيارات الصينية، احفظ السيارات الأمريكية، احفظ المملكة العربية السعودية، الله يحفظ النظام. شوف شوف الزحمة، ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظ الاحترام، الله يحفظ الحب، من حبنا لله ولا بنحاول نكون كويسين مع كل الناس، نحاول نحارب النفس أمارة بالسوء، نحاول نتذكر آيات القرآن الكريم وفي كل الكتب السماوية، إن الذين آمنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحت الأنهار. نزيد من إيماننا، نزيد من أعمالنا الصالحة، وكل واحد أدرى. هل لما أنا أسامح واحد دائما بيأذيني هل بيرضي بيرضي ربنا؟ هل لما أنا أتنازل هل بيرضي ربنا؟ هل أنا لما أزعل واحد بيرضي ربنا؟ فكل واحد أدرى بالموقف حسب عمره، حسب المواقف، حسب الظروف، حسب النوايا، يعني كل واحد أدرى بالشخص الثاني. هل أهل هذا دائما بيأذيه، عم يأثر عليه، قدر يستحمل ما قدر يستحمل؟ بس قدر الإمكان الواحد أي شيء بيعمله من أخلاق حسنة، أي شيء بيعمله فربنا بيحاسبنا على الأخلاق، حتى لو إحنا كنا مظلومين ولا نكون ظالمين. نتذكر دائما أن الله يحب المحسنين، نحسن للناس اللي بيأذونا، نحسن للناس اللي مفروض نحسن لأهلنا ولأخواننا وأولادنا، ونحسن لأبونا وأمنا حتى لو صرخوا علينا أو زعلوا منا، بس نحسن لواحد غريب عم يأذينا بصير أكيد ربنا بيحبنا أكثر. أنا هذا اللي بفهمه، بس مش لدرجة أنه يأذيك كتير، حتى لو كان أهلك بدك تبعد عنه بس ما تحب، بس ما 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 تترك حبه. اللهم استغاث، اللهم استغاث، اللهم استغاث، اللهم استغاث. الله يحفظ النظام، الله يحفظ المملكة العربية السعودية. قلنا من حبنا لله بنحب كل الناس. الله يحفظ نظارات أكوا آيز، الله يحفظ نظارات البرنس، وإحنا شارع 10. قلنا أكبر مشروع وأحلى مشروع وأحلى فرحة وأكبر نعمة وأكبر توفيق إنه إحنا نحصل على حب الله ورضاه. أنا ما بدي أصور كتير، أحسن ما هلا يصوروني الكاميرا وأخذ مخالفة وأصير أنا كنت من المتهورين، أو ما أخذنا بالحكمة والحذر، لأنه إحنا كمان مفروض نأخذ بالحكمة والحذر. طبعا شوفوا الناس كيف تغيروا هون، الأجانب عم يمشوا من غير عبايات، يعني الدنيا عم تصير للأحسن. هذا المفروض إنه كل شيء موجود، بس أنت هل بإرادتك تقدر تتحكم؟ عدينا شارع ملك فهد، هلأ شارع ملك خالد، مفروشات الدرجان، الله يحفظ مفروشات الدرجان، الله يحفظ الرحاب المشويات، الله يحفظ كل الناس. من حبنا لله منحب كل الناس. هذا شارع ملك خالد. تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة نفس أمارة بالسوء، تاريخ مميز لتشجيع النفس أمارة بالخير، تاريخ مميز لمحاربة النفس. نتذكر أنه هناك في دنيا تانية اللي هي جنة أبدية، دنيا تانية يعني عالم آخر غير العالم اللي احنا منعيشه، هذا عالم الابتلاء والبلاء، وإحنا لازم نشكر ربنا في كل الأحوال، كل مرة نشكر ربنا حتى لو يصيرنا مشاكل، يصيرنا ابتلاءات، يصيرنا ظلم من يصيرنا ظلم من أي حدا كان، سواء كان أعداء أو أصحاب أو أهل أو من المجتمع أو من غريب أو من قريب، أو يصير مثلا عندنا مشاكل صحية، أو يصير عندنا، نشكر ربنا نقول الحمد لله. الله يحفظكم جميعا.